اوكي يوم شاف الملحق وذولا كملوا وش فيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راك سليمان حبيب قلبي. اليوم راجع لكم مقطع جدا خرافي. أوكي راح يكون في تغيير جذري 100%. طبعا زي ما تعرفون يعني قد غيرنا الاستديو من وإلى فهمتوا، صار يعني تغيير مرة قوي. وحتى بعد قد غيرت البيت اللي هو أي الملعب، يوم نحط بلاط انضبطناه وكل شيء كان مخيس، بعدين حولناه إلى ملعب وأنوار وأشياء حلوة مرة. فاليوم قررت بشيء مهم، لأن والله أشوف دم الصدق أنا أبي مكان معين يعني أجلس فيه، أعزم أخوياي، أعزم عيال خالتي، أي زي كذا يعني، أعزم الناس، أعزم حسام، يعني أجلس فيه، ألعب في سوني، أصور فيه، ودي جلسة. ما لقيت، غرفتي مرة صغيرة وما تنفع للتصوير مرة. فقررت أوكي إني أسوي الملحق حقنا. صح إن الملحق حقنا 2:1 مرة صغير، أبزر سموه 2:1 بس يعني مرة صغير، مرة 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 صغير. فقلت أغيره، بوريكم الديكور هو حقه أصلاً أساساً. أول ما شرينا البيت هو زي كذا ديكوره، فشوفوا شلون وشوفوا شلون راح نغيره. أوكي بس خليكم معنا بالفلوق وشوفوا التغيير، وبنهاية المقطع اكتبوا لنا بالكومنت وايش رايكم بالتغيير الكامل. انتم وراءكم ترى، والله يعني نصايحكم ترى استفيد منها انا عشان اغيرها بالمقاطع الجايه وزي كذا، فهمتوا يعني اذا ودي اصور في الملحق. المهم ودي اكثر، راح اوريكم الملحق الحين اللي هو الحين ما غيرته. طبعا شلت الاغراض ناظره طلعتها، طبعا هذا القديم. طبعا انا استعجلت اخذت اللون البني، والله نصيحه يا شباب، اذا بتاخذون لا تاخذون زي كذا اللون، والله هذه صغر النظر، والله العظيم جد يخليه مره صغير. طبعا هذا الديكور الديكور يعني اول ما شرينا البيت هو زي كذا يعني، فهمتوا؟ شوفوا المكيف هو اللي ما راح يتغير اتوقع، هو الحين اللي كويس. استناظر والله العظيم، لا يبي له تغيير والله مره، والله صدقوني راح اضبطه. لا والله انتم هب، حاسه ام الملحق، حاسه لا حول. طبعا العمال انحاشوا اوكي يوم شافوا الملحق وذولا كملوا. وش فيك؟ ايش فيك؟ ضربت يدي. اهلا العظيم. ايوه خلاص ابعطيك مثلا هذا راس ركن. لا لا خلاص، لا الله يلعنك، الباب محتاجه، الباب محتاجه يا غبي. لا 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 يا ابن ال، خلاص خل دخل بعين حجر. تعال هنا، انت الساعة تقريبا 11:30 طلعت المدرسة. يا اخي والله ما ادري وش اللي ما ادري يا اخي، فجأة جاني كذا تعبت يعني، والسالفة ما ادري ايش جاني، شيء بالكلية ما ادري. يا اخي انا من النوع اللي اذا لعبت يجي شيء بالكلية ما ادري ايش، فجأة ما تقدر تكمل. الحمد لله على وشك خلصنا. شوفوا ما شاء الله النظافة. شوف انا ملحق ابيك وذكر بسم الله. وهذا اليوم تقريبا الرابع زي ما تشوفون، ضبط الجبس. السلام عليكم. طبعا هذا اليوم الخامس يا شباب، وزي ما تشوفون الله دقيقة، الله هذا اللون اللي براسي، هذا اللي ناويه. بالله ايش رايكم؟ يوه بالله انا متحمس او معلش والله يا حوت. المهم يبي له تنظيف ويبي والله بصور دايم كذا في اليوتيوب. في هذا المكيف اوكي، يبي له تغير زي ما تشوفون
اشتريت لي اغراض او اثاث. هذا اثاث الملحق طبعا، اثاث الملحق بيطلع شيء اسطوري والنتيجه بتطلع خرافيه زي ما تبون. شوف 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 ايش رايك، خرافيه جديده، متحمسه مره، بس خلوا التركيب ان شاء الله في البيت، فاعطونا رايكم هناك في النتيجه. اوكي سي يو. وهذه هي المراكي جاهزة. بسم الله يا عيني عيني. خلنا نفتح. طبعا حتى ذا غيرت الفيش، يبي لي تعديل شيء بسيط، فهمتوا الاشياء هذه، تمسيح ما تمسيح، يمكن احط ورق جدران، استر راح اغير بعد شوي. وهذا تلفزيون جديد بسم الله جديد، وهنا سماعات سوني، طبعا سكين عشان نفتحها معليش. اوكي هذه السماعات، ما شاء الله نايم والله. بلاش راكب ملحق؟ يوه ملحق فخم ها؟ مره سعود راح نظف 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 معه، يلا راح راح شيل شيل، رتبوا رتبوا رتبوا، شوي 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 شوي، لا تخرب لا تخرب. الله 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 الله. كيف حياكم؟ حياكم حياكم، ادخل 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 ادخل، ما عليك ادخل ادخل. جاي بعد سعود دقيقة، سعود بيجي، سعود سعود يلا تعال. نجيبك فورتنايت موجود، ما تشتبي بعد؟ لا كل شيء كل شيء فيها كل شيء والله العظيم. فعشان نفتتح يا شباب اوكي، طبعا هذا مقص اوكي. تعال طيب يلا دقيقه دقيقه وانا اكشف. اصبر تعال 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 ايش راح؟ والله دقيقه خليك تفتح دقيقه. انا بحب بسم الله. ها حط حط يلا يلا يلا. ليش؟ متحمسين العيال؟ لا والله ما شاء الله. بالله وش رايكم جد؟ والله ايش سويته؟ جو جديد يا ابوي. والله يا اخو ملحق في العالم. جد والله. والله تعال تعال وروهم. خل نوريهم خل نوريهم اول شيء. بسم الله كسر كسر كسر. لا 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 يا الله حسام. يلا علمنا علمنا. يا ولد من ابوي. يا ولد من ابوي. منزليه تلفزيون. بلا شك ابوك الله يكفيك خير. وش اخبارك؟ الله يكفيك خير. والله جد حلو. والله حسته حسته برتب ورتب. يلا مع السلامه. لا لا رتب رتب سعود تعال رتب. وش اخذته وش اخذته؟ اخذته حلو يا لا والله اخذنا ذي والله حبه. هو ما وانا برك حبتين بس واحده فمي واحده. وانت حسام وش اخذت حسام؟ الاول. لا يا راجل اخذ له يا الله. في خلفتنا هنا. لا هذه وقت الطفره اي بالحال انت معلمتكم امسكوا النخبه يا شباب. ناخذ ناخذ اي رجع 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 شوف اليوم بيتنا الجديد. رايكم بيتنا؟ والله جميل ملع ملع. كلمه عشان ركان بالملحق. وكم تعطي من عشره؟ 10 من 10 يا ابوي. 10 من 10
طيب وش الشيء اللي عجبك الملحق؟ الأكلات. الأكلات؟ تحب الأكل شكلك، بس ليه نحيف أنت؟ ها؟ نحيف. كم وزنك والأحراج؟ لا. كم؟ 28. ما شاء الله ما شاء الله. الآن نواف، طيب وش رأيك في كم تعطيه من 10؟ أعطيه 10 من 10. لا تقلد سعود، لا تجامل، قل الصدق. لا صدق 10 من 10، بس في شيء ما عجبني. وش؟ هو الباب بس، أبي له تغيير. حلو حلو صريح. لا لا يعجبني. صفقة صفقة والله صفقة. طيب عندك اقتراحات ودك يضيفها ركان؟ أنا ودي شيء يعني يشيلها. وش مثلاً؟ اللد. حلو، ليش؟ يكفي اللد اللي فوق عشان يصير رسمي. يا سلام صفقة برضو. عندك شيء آخر؟ لا فورتينات. الآن معنا ركان صاحب ال إيش رأيك في ال إيش رأيك؟ قصدي يعطيك العافية والله بدعت فيه. الله يسلمك حسام، والله ما توقعت إني بطلع. طيب عندي سؤال، تستقبل اقتراحات المتابعين؟ أكيد طبعاً والله، وأتمنى إنكم أي شيء تشوفون أنتم شفتوا الملحق، فعندكم اقتراحات ودكم تعديل تسوي شيء فأعطونا رأيكم، وأنتظر رأيكم والله تحت في الكومنتات عشان إن شاء الله أغيره في الحلقات الجاية بإذن الله. المقطع ان شاء الله عجبكم. طبعا بنهايه كل مقطع ودي اقول لكم شيء مهم طبعا للمتابعين او اوكي اللي معنا نواف، حسام، سعود، فيستاهلون. وهذا الملحق يعني ملحقكم يا شباب، اوكي تعزمون اخوياكم والله جد حياكم، بس عندي اهم شيء نظافه بالله، وهذه كل واحد له مفتاح طبعا. دقيقه انا اعطيكم، تستاهلون قصرت والله، بس تكفون النظافه والله جد. اوكي نواف انت تعزم اخوياك، ادخلوا عادي. هذا نواف، تفضل. هذا حسام، وهذه اخيرا سعود. يعني شوفوا المفاتيح ذولي، بس احنا لنا الاربعه بس، يعني ما حد غيرنا، فتكفون اوكي احنا بيننا، فبيننا ثقه، وانتم تسالون هذا الملحق يعني ملحقكم، اعتبروه ملحق. وطبعا في نهايه كل حلقه بس حبينا نقول لكم اهم شيء اللي هو بديل لنا تقريبا ثلاث حلقات، راح نحط لكم افضل ناس حطونا تاجات في حساباتنا في الانستغرام، اوكي؟ اللي صورنا حساباتنا راح نحط لكم الحين حساباتهم، واحد هنا وواحد هنا، وهذولهم يستاهلون، وطبعا هي عشوائي الاختيارات فطلعت لهم هم حساباتهم. وانتم اذا ودكم تشتركون حطوا لنا تاجات، صور الشاشه اي مقاطع في اليوتيوب لنا، صور الشاشه وحط لنا تاجات في الانستغرام، حساب حسام، حسابي انا، حساب سعود، حساب نواف، حساب القناه كامله. ايوه هذه حساباتنا في الانستغرام، فاعطونا التاجات وراح نختار لكم عشوائيا من التاجات، فان شاء الله تفوزون في الحلقات الجايه باذن الله. وبتقولون شيء؟ لا تختم ابي اقول لكم شيء. اي تفضل. بس علي تروح يعني انا بدات ولا كل؟ لا هم عادي بس يلا. اللي هو يا شباب كثير جونا يكلمونا في الانستغرام، كلموا نواف، كلموا سعود، وين مقلب المرسيدس؟ وين مقلب المرسيدس؟ صراحه ارتبكنا والله، ما قدرنا، ما ادري ايش نسوي. ف لا عشان ما يتخرب عشان ما يخرب المقلب، ودي انكم تعطونا فرصه، لان احنا في شيطان بينا ننتظر اي، ف قاعدين ننتظره. انا وعدكم اول ما يوصل مقلب ما يجي بالعقل، اقوى مقلب في اليوتيوب فاصبروا لنا بالله، يعني انا نرتبك احنا كل ما بالله اذا رحت من سنه يقول لكم المقلب ايه سووا مقلب ذاك هذا، فما عليكم انتم اصبروا يعني ان شاء الله يعني ما بعطيكم وقت، بتجي لين تنغدر صح ولا لا؟ ويستاهل عبد ركان من معنا. كم يوصل مقطع لايك؟ تبي نوصل 100,000 لايك يقدرون. يلا ان شاء الله عشان ركان، والله تعب ركان صراحه، تعب مره في الاستوديو، ويستاهل والله 100,000 لايك والله. وان شاء الله بنرضيه بالمكتوب.